يقول من شروط المبيت كما عبر الفدية، ومعناها قراءة القرآن الكريم على الميت في بيته، هل هذا حرام أم حلال؟ هذا لا أصل له، وهو بدعة. الميت إذا مات لا يقرأ عنده، وإنما ورد أن الميت يقرأ عليه عند الاحتضار، قد ورد في الحديث وإن كان حديثا فيه مقال يقرأ على موتاكم ياسين، يعني المحتضرين الذين هم في الاحتضار، وهذا الحديث فيه مقال. وأما بعد موته فالقراءة عنده ليست من السنة، بل هي بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، لا عند الميت ولا عند القبر. وحتى قراءة القرآن وإهدى ثوابه للميت لم يرد بها دليل، وإن قال بها بعض الفقهاء، والواجب على المسلمين اتباع الدليل. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. فلا خير في البدع ولا ثواب فيها، وإنما فيها الإثم، لأنها معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في إحداث شيء من الدين ليس منه. نعم.